السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. اذا كنتم اول مره كتشاهدوا القناه، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات جلابه والقفطان المغربي. شكرا لكم على التعليق ديالكم اللي كتزيد كتحفزنا. اليوم عندنا الجديد ديال القفطان او التكشيطه المغربيه للبيع. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تخرجوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، وما تنساوش كذلك بارطاجوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب اللي كيتعم الفائده على الجميع. ونبداو على بركه الله. عندنا هذه تكشيطه او قفطان مخدوم بالثوب ديال التليجه ومنبت بالعقيق. كما كتشوفوا الموديل ديالها راقد ورائع. القفطان التحتاني مخدوم بالثوب ديال كريب روزا منبت بالعقيق، والفوقاني راه مخدوم بالتليجه. كما كتشوفوا الموديل ديالها لوينات يعني راقيين ورائعين. بالنسبه لهاد التكشيطه هذه الثمن ديالها كدير 1700 درهم، 1700 درهم، مخدومه بزواق المعلم منبته بالعقيق من عند الصدر حتى لعند الحزام، وعندها كذلك هنايا في الكمام عندها منبته بالعقيق، والتحتاني حتى هو مخدوم بزواق المعلم ومنبته بالعقيق، يعني موديل راقد ورائع. التوصيل راه كنوصلوا لجميع المدن المغربيه، فين ما كنتي في المغرب يعني كتوصلك السلعه حتى لعندك وحتى خارج المغرب. بالنسبه للثمن ديال هذه 1700 درهم، يعني داخل فيها الثمن ديال التوصيل داخل المغرب، وخارج المغرب راه كيبقى على حسب كل منطقه والثمن ديالها. ثوب ديال كريب روزا رطب وطيح بارد مطلوق. كما كتشوفوا القفطان الثوب ديالو راه رطب وطيح. يمكن تلبسي غير القفطان بوحدو، الا بغيتي تلبسي مثلا القفطان بوحدو ديري ليه الحزام ديالو، كيتلبس بوحدو كيجي راقد ورائع. بغيتي تزيدي هذا الفوقاني يعني راه كيتلبس حتى بالفوقاني. كما كتشوفوا التكشيطه يعني راقيه ورائعه. بالنسبه دابا غندوزو للعبار ديالها. الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تاكدي من العبار، غتشوف العبار واش كيناسبك ولا لا. الى كان العبار ديالك هو هذاك راه تواصلي معنا في الواتساب، تواصلي معنا في الواتساب. كما كتشوفوا الثوب ديال هاد انا الاطاله ديالها ايفازي. غندوزو للعبار. عندنا في الكتاف كتاف 43، عندنا في طول الكم 57، طول الكم 58 في الطول ديالكم. عندنا في الصدر، في الصدر عندنا 31، ليونش عندنا 35، والطول الكلي عندنا مترو اونس، مترو 50 يعني تقريبا شي مترو 52 اللي كاينه في الطول. الثمن راه 1700 درهم. بالنسبه للناس اللي كيقول لك ولينا بالاورو، يعني راه تقريبا 170 اورو اللي دايره هاد الجلابه هادي، 170 اورو اللوينات هما هادو. التوصيل راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي يعني كتوصلك السلعه حتى لعندك. ما عليك الا تواصلي معنا في الواتساب. ندوزو الموديل واحد اخر. عندنا هاد القفطان هذا حتى هو بالثوب ديال كريب مخدوم مطروز بالطرز الرباطي. كما كتشوفوا الموديل ديالو هو هذا مطروز بالطرز الرباطي مخدوم بالسيفه ديال الصم، عنده الطرزه في الكمام، الطرزه ديالو في الكمام. بالنسبه لهذا القفطان هذا كيبقى ب 600 درهم، الثمن ديالو 600 درهم، داخل فيه الثمن ديال التوصيل داخل المغرب. الفصاله ديالو راه ايفازي. الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تاكدي من العبار، الى كان العبار كيناسبك راه تواصلي معنا في الواتساب. العبار ديالو هو هذا. عندنا فيه الكتاف 43، عندنا في الطول ديالكم 56، عندنا في الصدر
في الصدر عندنا 30، وعندنا في ليهونش عندنا 34، وعندنا في الطول الكلي طول عندنا مترو مترو و41 في الطول ديالو. الثمن ديالو راه 600 درهم، داخل مع ثمن توصيل داخل المغرب خارج المغرب راه كيبقى على حسب كل منطقه والثمن ديالها. توب راه كريب حرير دوسوا مطروز بطرز رباطي مخدوم بالصفه ديال الصم كما كتشوف الموديل ديالو راقي ورائع. بالنسبه للثمن بالاورو راه تقريبا 600 اورو اللي داير هذا القفطان، هذا 600 اورو. عندنا هذا القفطان هذا حتى هو جوهره، قفطان جوهره مخدوم بزواق المعلم كما كتشوفوا الخدمه ديالو حتى هو راقيه ورائعه. الصاله ديالو راه ايفازيت كما كتشوفوا، التوب ديالو حرير رطب وطيح يعني جوهره راقيه. الثمن ديال هاد القفطان هذا الثمن ديالو 700 درهم يعني تقريبا 70 اورو. بالنسبه للثمن ديال هذا 70 اورو، الثمن ديالو دايره 70 اورو. الا عجبك هذا الموديل هذا غادي تاكد من العبار، اذا كان العبار كيناسبك غتواصل معنا في الواتساب. الارسال راه داخل وخارج المغرب يعني فين ما كنتي كتوصل لك السلعه حتى لعندك. الكتاف عندنا 40، عندنا في الطول الكم 50 يعني هذا كيتلبس طواكار. عندنا في الصدر 26، وعندنا في ليهونش 30، والطول الكلي الطول الكلي عندنا مترو في الطول الكلي راه عندنا مترو و46، مترو و46. الثوب ديال الجوهره مخدوم بزواق المعلم، الثمن ديالو دير 700 درهم يعني 70 اورو. توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. ندوزو الموديل واحد اخر، عندنا هذا قفطان هذا في صاله مخزنيه ديال هذا القفطان، هذا مطروز بالطرز الرباطي مطروز عند الفتاحي، الطرزه ديالو هي هادي يعني الطرزه ديالو راقيه ورائعه. عنده الافتتاحات الافتتاحات ديالو هما هادو، وعنده حتى الطرزه في الكمام، الطرزه كاينه حتى في الكمام. التوب ديال هذا كريب روزا، كريب روزا ديال هاد القفطان هذا. طرزات عند الكمام وفي الفتاحي، الطرزه ديالو في الفتاحي. الصاله ديالو مخزنيه، قفطان كيتلبس قفطان جلابه، كيتلبس قفطان جلابه كيتلبس بالحزام، كيتلبس على شكل ديال جلابه، على جلابه ما عندهاش القب. الثمن ديال هاد القفطان هذا حتى هو كيبقى ب 600 درهم. هذا داير 600 درهم يعني تقريبا 60 اورو بالنسبه للعبار ديالو. العبار عندنا في الصدر، الصدر عندنا 34، 34 يعني هذا كيلبس دوبل اكس ال حتى ل 3 اكس ال كما كتشوفوا عنده الفتاحي طريزات في الجناب. طول الطول عندنا مترو، عندنا مترو 38 في الطول،
يعني كما قلنا كيلبس دوبل اكس ال حتى لتروا اكس ال، جلابه على شكل قفطان، توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. عندنا هذا قفطان حتى هو بالثوب ديال المبره، حتى هو في صاله ديالو مخزنيه، مخدوم حتى هو بزواق المعلم. كما كتشوفوا الخدمه ديالو بالثوب ديال المبره، في صاله ديالو مخزنيه، وعنده افتتاحات بالجناب، افتتاحي مخدومين حتى هما بزواق، افتتاحي حتى هما مخدومين بزواق المعلم. الثمن ديال هاد القفطان هذا كيبقى ب 400 درهم، الثمن ديالو 400 درهم يعني تقريبا 40 اورو، بالثوب ديال الكريب، عفوا الثوب ديال المبره، مبره رطبه الاستيك، يعني راه كتيري الثوب ديالها كتيري. العبار ديالو بالنسبه للعبار، الكتاف عندنا 51، يعني كما قلنا راه في صاله ديالهم مخزنيه. الكم 59، والصدر 27، والطول طول عندنا مترو، يعني تقريبا مترو و60، مترو 58، مترو و58 في الطول، يعني طويل شويه. الثمن تقريبا هذا الثمن ديالو راه داير 400 درهم، يعني تقريبا 40 اورو. اللي عجبك هذا الموديل هذا او هذا القفطان غتواصل معنا في الواتساب، وغادي ان شاء الله نتفاهموا على تعطينا المعلومات ديالك. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.